أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصة هجوم وعكس، عدد اليوم نسعد من خلاله باستضافة السيد علاس هرادة الرئيس المستقل من النادي الهاوي لفريق مولودية العلمة إلى جانب منصبه الموسم المنصرم كرئيس للفريق أو بالأحرى لشركة مولودية العلمة، وهذا الحديث عن أسباب استقالته، انقلاب المحيط الفاعل في فريق مولودية العلمة عليه، اتهامات الموجهة إليه بمحاولة رشوة في لقاء مولودية بجاية الموسم المنصرم، وكذا العديد من النقاط التي ستكون محور نقاش مع ضيفي لهذا العدد السي علاس هرادة. مرحبا بك. شكرا أخي ياسين على الدعوة وحاضر للوجه. إن شاء الله السي علاس هرادة، خلينا في البداية نتحدثوا عن أسباب الاستقالة تاعك من رئاسة النادي الهاوي لفريق مولودية العلمة، واللي هي رسمت خروجك النهائي من الفريق على اعتبار أنك أبعدت بين قوسين من رئاسة الفريق المحترف إلى جانب خروج تاعك من رئاسة النادي الهاوي لمولودية العلمة، ما هي الأسباب؟ هي أولا من البداية، من بداية من نهاية الموسم اللي فات خرجت من رئاسة الفريق بطريقة يعرفها العام الخاص، والكل يعلم كيفاش تم انقلاب بطريقة غير قانونية، يعني لا شخصي وين داو الشركة هذه. بعدها قعدت في النادي الهاوي بصفتي رئيس النادي الهاوي، وبدات المشاكل تحدث في تبعاتك حتى للنادي الهاوي، بدات المشاكل تحدث في الفريق بعد سوء النتائج، بدا كل شيء يلصق في عرس هذا، كل شيء الناس مش عارفه تخدم، مش قادره تمشي الفريق، واي مشكل اللي يصادفهم يحصلوا في عرس هذا. نعطيك مثال يعني فقط، فكان عندنا قضية في العدالة مع لاعب اسمه عليم من 2003 من 2003 مشى حتى المحكمة العليا وحكم علينا باش يسلك. في جوي وين كنت أنا، مانيش حتى في رئاسة الفريق، بلغ الفريق بالحكم تاعو، بلغ المدير العام للفريق بالحكم، والمدير العام خبى الحكم في ما عندهاش 3 أسابيع ولا 4 أسابيع، راح مشى للبنكة حجز على الحساب الجاري مباشرة. أصابع الإتهام على الرئيس هرادة. علاش على الرئيس هرادة؟ أنت راك بعيد الآن عن رئاسة الفريق المحترف، علاش دائما يوجهوا لك أصابع الإتهام؟ تتكلم على أنه النتائج سلبية أكيد، علاش ما يحملوش المسؤولية الإدارة الحالية؟ علاش عراس هرادة؟ أنت خرج من الفريق. لأنه الإنسان اللي يلقى فاش يمسح ويلقى فاش يتغطى، هذا هو الشيء اللي خلاني أستقيل. بالإضافة لأنه بعض الأطراف كما قلت الفاعلة في العلمة في بعض المسؤولين المحليين يعني فهموا خطأ، فهموا النزاع ولا الصراع خطأ، مشاو مع طرف ضد طرف. انت تتكلم على السلطات المحلية، خلينا حتى نوضحوا السلطات المحلية. رئيس دائرة في العلمة ما عندناش حتى من كي مشى سي مولود شريفي. رئيس البلدية كان في فترة تاع كونجي، وانا كنت ننتظر منه آخر كلام كان بيني وبين السيد سليم لكحل رئيس بلدية العلمة، انه قالها لي ونقولها في الاعلام، انه كتب لنا ربي نطيحوا هذا العام ولا غير كتب لنا ربي نطيحوا، وراني معاك باش تنقعدوا فيها غير انا وياك. هذا اخر كلمه سمعتها من عند رئيس البلدية. ثم هذا الموسم انقلب عليك. لا هو كان في الكونجي، وانا انا كنت نستنى انه يدخل يلم الشمل تاع الاسره تاع النادي، كي يلايمنا يقول وراه المشاكل. هذا كالمسؤول الاول على مدينه العلمه في غياب رئيس دائره، مفروض هو يلعب الدور تاع جامع. لكن شفت انا باللي هو حب يمشي مع الجماعه الاخرين، فضلت اني نستقيل. فضلت الجميع تخلى عندك سي علاس هرادة، انت قدمت كثير الفريق، لكن في نهايه المطاف الجميع اكيد انه هناك اخفاق الموسم المنصرم، راح نتكلموا عليه بالتفصيل، هو سقوط الفريق في العهد تاعك الى رابطه المحترفه ثانيه، لكن ما كتب لانه الجميع انكر الخير تاعك والجميع تخلى عنك، حتى رئيس البلديه وتخلى عنك. يكفيني الاخ
الأخ ياسين يكفيني فخرا أنه الوزير السابق تهمي تحدث عليا في بلاط ومش فيتش عندك في النهار ولا وين قال أنه كاين في مولودية العلمة مشروع وكاين مسيرين راهم واقفين وعندهم فكر وكل شيء ميزم يكفيني فخرا أنه الحاج محمد رورا ونحييه بالمناسبة أنه سلم عليا منه ومنه وقال لي مرسي مسيو هرادا بورتوسكي تيا فيها العلمة بورتوسكي تيا فيها الفوتبول ناسيونال. يكفيني فخرا أنه الإعلاميين اللي كما انتوما الناس اللي يتبعوا كرة القدم يعرفوا قيمة العمل اللي قدمته. لكن يكفيك فخرا كذلك أنه لازم الناس تاع العلمة تستعرف بك ما تخرجكش بهذه الطريقة. ما خرجت لاحظنا أنه نوعا ما هناك حقد من بعض الأطراف عليك، يعني خرجتك بواحد الطريقة تاع إبعاد، يعني اسمح لي بالكلام هي طريقة مهينة لشخصك. لا أبدا ماهيش طريقة مهينة. نقول لك علاش مهينة، هناك أطراف راهي تطالب بالمحاسبة تاعك، أنت راك استقلت، هناك أطراف النادي الهاوي طالب بالمحاسبة تاعك، أطراف الإدارة النادي المحترف طالب بالمحاسبة تاعك، ما حبوش يخلوك طرانكيل. أولا ياسين أطراف معروفة في مدينة العلمة، ناس الله غالب عليهم قاعدين في قهوة نهار طول كانوا يتكلموا في اللي قبلي وفي اللي قبل قبلي واللي وحتى اللي قبلي قالوا نحاسبوه وجيت أنا واللي جاي واللي جاي من ورايا نفس الشيء راح يصير له. هذو اطراف معروفين يعرفهم العام الخاص. اما المجموع المناصرين تاع مولوديه العلمه تقدروا تلمسوا تقدروا تبعثوا مراسل تاعكم يتحدث مع الناس. ما سمعناش بصح الانصار خرجوا في مسيره المطالبه بالعوده تاعك مثلا. انا ما نقبلهاش باش يدير، انا ما نقبلش على روحي باش يديروا لي مسيره ولا يمشيوا الناس. المهم انه الناس تقدر تحس قيمه العمل، القيمه اللي مديتها للفريق ولا التضحيات اللي ضحيتها. انت تتكلم على اطراف كما سميتهم تاع اطراف تاع القهاوي اللي يتكلموا في القهاوي، هادو موجودين عفوا في كل النوادي، يعني ما يسموا انفسهم بالمعارضه. انا نتكلمك على اعضاء من نادي الهاوي، طالعت على يعني بعض المقالات في وسائل الاعلام مؤخرا على انه اعضاء في النادي الهاوي اللي كنت تراس الفريق تاعو هم يطالبوا بالمحاسبه تاعك. وانا مستعد اذا كان بالطرق القانونية أنا مستعد للمحاسبة، لأنه نفس الأعضاء هذو هذ الأعضاء تاع النادي الهاوي هذو هما فيهم حتى اللي ما يخلصش الاشتراك تاعو نفسهم. فأنت كنت مخليهم نفسهم ما علاش كانوا معك؟ لأني مانيش إقصائي، أنا ما نقصيش الناس، مانيش من الناس اللي يقصيو. هذو الناس نفسهم قلت لك كانوا دايرين مشاكل من قبل وزادوا عاودوها معي أنا ويعاودوها مع الآخر، معروفين في خمسة في ستة مجموع الأعضاء تاع النادي الهاوي كالواحد 92 عضو معروفين ناس ولاد فاميليا ومعروفين سنيو معايا عارضة تاع مساندة وما قبلوش الذهاب تاعي. خلينا الآن نعرج على نقدر نقولوا من الأسباب اللي السيناريو اللي تعيشه سي عرس هرادة وهو سقوط الفريق الموسم المنصرم إلى الرابطة المحترفة الثانية. أنت كنت رئيس الفريق، هل لك الشجاعة أنك تعترف أنك أنت هو المسؤول الأول والأخير على سقوط الفريق إلى رابطة محترفة ثانية، ولا كباقي الرؤساء لما يكون الخير يعني ترجعه ليكم ولما يكون الشر أنه العمل جماعي؟ أبداً أنا الوحيد اللي قلت أنا نتحمل مسؤولية على السقوط تاع الفريق هذا، وأنا نتحمل المسؤولية باش نعود نرجعه مازال لي في العهدة تاع أيام. هذه عند الناس اللي تعرف اللي تفهم هذه هي الشجاعة. انا قلت انا نتحمل مسؤوليته رغم اني في الفوضى تاع البطوله الوطنيه تاع الموسم اللي فات في هذاك الجنون تاع البطوله اللي كنتو تسميوه ثم اعلاميين، كنت تقريبا وحدي مع مجموعه تاع المسيرين اللي معايا اللي بقاو مجموعه قليله من المسيرين، كنا نجريو غوش دروات ورا المحيط هذا تاع مولوديه العلمه اللي راهو يهضر اليوم واللي راهم يسيروا اليوم واللي راهم يتكلموا في المحاسبه اليوم. علاش ما جاوش مشاو معنا اوموا نقذنا الفريق اوموا كانت خصنا نقطه مع الجانب المادي بالجوانب كل واحد يقدم. كنت نقرا انا الناس راهم يسيروا اليوم، كنت نقرا في التصريحات تاعهم في الجرائد احنا واجدين باش نساعدوا الفريق معنويين ومادي معنويين تنتظر مساعده معنويه في حالات كيما هذه. اخويا انقذوا الفريق وديوه، هي الحاجة الوحيدة اللي تخلي عرس هرادة يتنحى من مولودية العلمة في المجموعة اللي كانت تخطط وتدير هي سقوط الفريق. لما يسقط الفريق في المستوى هذاك
والناس تكلم عليه ومشى لإفريقيا وأصبح ثامن من ثمانية المخيرين في إفريقيا. هذاك الفريق كي يسقط يتنحى على رأس هرادة. صراحة تشوف من المنطقي على رأس هرادة أنه في الدول المتقدمة يفشل مسؤول في مهمة ما تتم تنحيته، علاش في الجزائر حنايا أنت فشلت علاش تسميها أنه دو عليك الشركة ولا هناك مؤامرة عليك أنت فشلت منطقيا أنك تنسحب. شكون قال فشلت يا وشين معايرت يا فشل في الرابطة المحترفة الثانية ديت شامبيون ومع على بالناس يا هذا أسنى معايرت الفشل الفريق في الرابطة المحترفة الفريق في الرابطة الثانية متأهل في نفس الوقت مع في دورين مجموعتين تاع عرب أبطال إفريقيا. ذوك إذا كان نقيسوا على الجهتين نخليو الفريق أخويا يمشي في رابطة أبطال إفريقيا، خليوه أخويا أخي وفاق سطيف قدامنا في 87 في الرابطة الثانية دا كأس إفريقيا، وعلاه لا لا علاه أن احنا نكسروا العمل اللي كان مفروض الأحلام تاع المناصرين على جال إخفاق. درنا إخفاق، أنا نعترف بالإخفاق تاع البطولة الوطنية. قدرتش نسير البطولة الوطنية في هذاك في مشاكلها وزيد المؤامرات اللي كانت تندار في البطولة الوطنية ولا في مدينة العلمة، ربما ما قدرتش أنا نمشي. بصح عندنا فريق متأهل لدوري المجموعات. هل أسباب تاع الإخفاق كذلك أنه تم التركيز على كأس رابطة الأبطال الإفريقية؟ أبداً باش نزيد نوضح لك مليح، رابطة أبطال إفريقية لعبناها في لافاز روتور في مرحلة العودة. العودة والفريق هبط في مرحلة العودة. لا في مرحلة العودة درنا البلان، درنا 21 نقطة على 7 مقابلات في العلمة. أما الفريق سقط براتيكمون في مرحلة الذهاب 17 نقطة من 8 مقابلات من 24 ممكنة في العلمة. لهنا اللي خلات الفريق، لكن رابطة أبطال إفريقية لعبناها في مرحلة العودة والفريق كان في تحسن وكان مليح. إذن يؤكد على رأس هرادة على أنه هناك أطراف هي اللي كسرت الفريق ماشي أنت اللي فشلت في المهمة تاعك. تعرف في الجزائر بصفة عامة أي تجربة هكذا ناجحة ولا إنسان يخرج منها، أنا مانيش مستثمرة ياسين، مانيش حداد، مانيش برلماني، مانيش أنا مناصر بسيط كنت قاعد في التريبين. نتذكر 2012 ما لقاوش رئيس في العلمة، وما تعيات تعاود. لما ما لقاوش رئيس تقدمت أنا كمناصر باش نحكم الفريق هذا، وقدمت الحلول للدولة الجزائرية للولاية تاع سطيف البلدية تاع العلمة، قدمت نفسي ضحيت بنفسي. كبرت في راسي ندير فريق، ودرت أحسن فريق في الجزائر. توما تشاهدوا بلي درت أحسن فريق في الجزائر، درت أحسن فريق الباب الضيق. ما كانش رئيس. علاش واحد ما وقفش معاك من هاتي الأطراف؟ نكملوا الحديث ياسين. لما تدير فريق مثل مولودية العلمة الموسم اللي فات، لما يعود حديث ولا المواسم السابقة كذلك بطبيعة الحال راح يظهروا الناس اللي يغيروا من شخصك. عديدة في العلمة تغير من عرس هرادة. تعرفهم تاع بالواحد نعرفهم ومسامحهم وربي يسهل عليهم ومنهم وتحم. أنا حاولت جهدي أني نخدم المدينة مش نخدم شخصي. صحيح أنه فريق مولودية العلمة دار لي اسم، صحيح أنه لكن العمل تاعي في الميدانين شكون يتكلم على عرس هرادة لو كان ما كانش عمل منجز في الميدان؟ شكون يتكلم على عرس هرادة لو كان ماشي فريق مولودية العلمة مد الفريق الوطني؟ شكون اللي سكر اللي ديبا تاع لعب المحلي مولودية العلمة اللي ترأسها عرس هرادة؟ شكون اللي كان يشوف في مشروع قاعد يمشي لاعبين ستابل بكونترا طويل في المدى؟ شكون اللي كان اللي يحس بلي بدا المشروع؟ اللي خرجوك من الباب ضيق سي هرادة، علاش اي طرف اللي كانوا يشكروك واحد ما وقفش معاك؟ يا اخي الكريم تاع خرجت من الباب الضيق، انا قلت لك مؤامره يتحملوا مسؤوليتها زوج ثلاثه من الناس ويسلكوها عند ربي ويسلكوها مع الشعب، هم قاعدين يخلصوا فيها في الشركه. لكن في النادي تستشفى في النتائج تاع الفريق هذا الموسم، في النتائج لانه اللي خرجوني ما همش هما اللي يمشيوا في الفريق اليوم، ما قدروش يكملوا الفريق. اللي دار اللي خطط وحسب باش يخرجني من الفريق ما قدرش يمشيه شهرين ولا ثلاثه، هرب وخليها الناس واحد اخرين، لانه ما يقدرش، لانه ما عندوش الامكانيات اللي عند عرس هرادة بكل صراحه.
لانه كان يشوف في روحه هو بالك احسن من عرس الرادة، وربما انا جيت تسلقت من وراه ومن بعد لقى روحه بلي ما يقدرش. انا مانيش نستشفى في الفريق، انا الحب تاع الفريق هو اللي راه يهضر فيا، الحب تاع الفريق هو اللي جابني، الحب تاع الفريق هو اللي خرجني من الفريق، ما خرجتش من الباب الضيق. ما يقدروش ينحيوني من نادي الهاوي ويقعدوا معايا عامين ثلاث سنين، يقعدوا ما يقدروش ينحيوني. انا خرجت من الفريق لاني حسيت كما اكسيونر، حتى نوضحوا للمشاهد الكريم مازالك اكسيونر في الشركه. مازالني مساهم في الشركه، مازالني مساهم في الشركه. انا اليوم من خلال الحصه تاعك نتمنى الناس اللي راهم حاكمينه ينساو على الرساله هذا، لاني خرجت باش نخلي لهم المجال باش مش ينساوني، باش ما يقعدوش مركزين جهودهم عليا وينساو الفريق، يركزوا الجهود تاعهم على الفريق، لانه الفريق في خطر اليوم. رانا نحتل المرتبه ما قبل الاخيره في القسم الثاني، احسن فريق في الجزائر، مازال مولوديه العلمة احسن فريق في الجزائر، مازال مولوديه العلمة يملك الدرارج، يملك بالخيطر ويملك عباس، مازال فريق مولوديه العلمة عنده قريشي وعنده. انت تقول انه خليت لكم فريق كبير هنايا، خليت فريق متاهل ما بين الثمانيه المخيرين في افريقيا، ما بين احسن ثمن فرق في افريقيا، راحوا من اثنين جابوا في بلاصتهم اثنين ويسدوا النقص. شكون يقول سي عمار مش منيح؟ شكون يقول قريشي مش منيح؟ سقسي الناس اللي يعرفوا الفوتبول، لاعبين ممتازين جدا. الفريق اللي قعد 80% ما تغيرش، 80% ما تغيرش، راحوا من لاعبين اثنين زوج لاعبين. اذا تكلمنا على تمبانك جانا في لافاز روتور ولعبنا اربع مقابلات منه، حتى باش مش نقول ما نقولوش نعطيش على سهل. هذا انت تتكلم على انه هناك اطراف ساهمت كذلك في السقوط وتحمل، انت تقول اني نتحمل انا المسؤوليه، جزء معين من مسؤوليه السقوط الى الرابطه المحترفه الثانيه. انت تكلمت على مشاكل تاع البطوله ما قدرت لهاش، قلت هكذا بالكلمه ما قدرت لهاش. هل تلمح انه الفريق كان ضحيه كولسه خلال مرحله العوده، ما كنتوش قادرين يعني تكولسوا مع فرق اكبر منكم في هذا الميدان؟ كل صراحه الفريق كان ضحيه كولسه، الفريق كان ضحيه كولسه وكان ضحيه مؤامرات. وقلنا انه عديد الفرق اللي قلناها في ذاك الوقت، كنا جايين من اشانتي كوتوكو ما في الطائره، ودرت تصريح في وسائل الاعلام وعيطوا لي لا كوميسيون ديسيبلين وشرحت لهم الوضعيه بكل صراحه وما عاقبونيش، لاني قلت الحقائق. الفريق كان معرض، الفريق بالمستوى اللي كان يقدمه وبالعناصر اللي كان يملكها الفريق كان يدي البطوله، كان يدي البطوله تاع الموسم اللي فات. انتم ما كنتوش ملاح في الكولاسه؟ ما نعرفوش الكولاسه، وقلتها ونزيدو نعاودوها، ما نعرفوش الكولاسه، زايد ما عندنا مشاكل في الـ في الـ في, الـ في المحيط تاع النادي. قلت لك كانت ناس قاعده تخرب وتحسب كيفاش ينحيو الرئيس، كيفاش يستخلفوا. سي على سهل هذا، انت تقول انه ما تعرفش الكولاسه، لكن هناك اتهامات بانك حاولت، يعني كانت لك محاوله رشوه خلال لقاء مولوديه بجايه. شفنا انه الاتهامات تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام، لكن ما شفناكش أنك رديت كأنه إقرار منك بأنه صحيح أنه كانت هناك محاولة رشوة تاع لقاء مولودية في الجاية. أكثر في من المناسبة رديت، لكن كان المفروض أن نمشي للعدالة يعني بكل صراحة. بعد صرا مناقشات مع الإخوة الصحفيين اللي نشروها، وين الواحد مرات يسمح من حقه. انا نجاوبك على هذا الامر، في هذه الفوضى اللي كنا نهضروا عليها تاع 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 تشويه السمعه، لازم يتنحى، لازم تشوه السمعه تاعو، لازم يخرج من باب الضيق، لازم نحي الفريق، لانه الفريق مليح ويقدم في مستوى كبير ونعاودوا نرجعوا في 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 عام. هذه من نفسها هذا من الاخوه، ما مرات مره زوج ثلاثه ما عرفتش الهاتف تاعو، ارسل لي اس ام اس يقول بلي انا فلان من طرف مدير شباب الرياضه كلمني، هزيت التليفون قال لي راه عندي اللاعب، نقولها مباشره على قناتنا، راه عندي اللاعب منصوري هنا في المكتب ويقول انا كوموندون ماضي. قلت له ومن بعد عندك اللاعب وكيفاش؟ قال لي كش ما نقدر نعاونك. قلت له انا لكان يجي يلعب عندنا الموسم الجاي، خصنا حارس وسرير فانت كونترا.
تكلمت معاه بطريقه وديه تاع هذا. من بعدها تتكلم عن الحارس منصوري، يتكلم هو السيد يتكلم يقول الحارس منصوري عندي هنا في المكتب، انا كوموندون فلان، واش تقول كش ما نقدر نعاونك معاه ولا هو يعني هو يتكلم على ترتيب اللقاء. يعرض وانا ما زدتش من الكلام هذا، قلت له لا كان يجي يلعب عندنا الموسم اللي الجاي يتفضل تحطني معاهم كونتاكت. اذا العكس، انت راك تؤكد على انه انت اللي كنت ضحيه محاوله انا اللي ضحيه محاوله رشوه. هذا الطرف اللي هذا الطرف بالذات، هذا الطرف شخص من العلمه مريض نفسيا، سجل لي هذه الكلمات هذو. وزاد كاين دي لوجيسيال ياسين، حتى الرئيس بوتفليقه جابوا له كلام ما قالوش نشوفوه في الفيسبوك صح ولا لا كاين كلام يزيد يتسجل. هذه قضيه تشويه سمعه الجريده اللي نشرت حاجه كي من هذه. لو كان هرادي يتكلم مع ياسين عسلوني، واضح هرادي يتكلم مع اكس سيد هو بالذات اللي سجلني اللي تكلم معايا سجلني، وعطى تسجيلات للجريده ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى. زادت اثرت في السمعه تاع الجريده اكثر من السمعه تاعي. بالعكس قدام المناصر العادي اللي يقولوا هرادة سلم الفريق وسمح فيه وخليه طاح، بالعكس قدام المناصر العادي سما انا حاولت درت محاولات باش نمنع الفريق. انت درت ولا ما درتش؟ تدخل اللي راح يحب يضرني يحب يشوه السمعه تاعي زاد لي في السمعه تاعي، زاد عاوني حتى تقرا في التعليقات انه صلب وقف الاخر دقيقه ورئيس وريسكا بالسمعه تاعو الناس هذو مراد. إذا توضح على أن القضية تم فبركتها من طرف أشخاص، من أجل تشويه السمعة تاعك، من طرف أشخاص من العلماء قدرت نعرفهم شكون وعلاش ما قاضيتهمش في العدالة. السكوت تاعك نوعا ما أنك باش تنيغوسي. ما نلعبش كل شيء ياسين، ما نلعبش كلش كيما يقولها عمر غريب. اخي عندي كارطة مخبية خير من زيد. نواصل النقاش معك، عندنا فاصل إعلاني. مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، إلى الجزء الثاني من حصة هجوم وعكس مع ضيفي لهذا العدد الرئيس السابق والمستقيل من فريق مولودية العلمسي على سهرادة. ضيفي لهذا العدد، تحدثنا كما تابعتم مشاهدينا الكرام في الجزء الأول عن أسباب الاستقالة تاعو، كذا أسباب سقوط الفريق إلى الرابطة المحترفة، كما عرجنا الحديث عن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص قضية محاولة رشوة فريق مولودية بجاية الموسم المصارم. سي على سهرادة، أنت عفوا وضحت يعني رؤية بخصوص أنه في إطار يعني بخصوص قضية الرشوة، أنه في إطار محاولة تشويه السمعة تاعك لهذا تم تلفيق القضية، لكن لا يمكن إنكار سي على سهرادة على أنه هناك رشوة في الكرة الجزائرية. هل عراس هرادة بكل صراحة، أنا ما حش نقول لك أقسم لي على مصحف ولا، هل بكل صراحة ما كنتش يعني سواء ضحية أو جاني في قضية رشوة معينة؟ بكل صراحة أنا ما حش نقول لك أقسم على كلامك. أبدا ياسين، أنا نقول لك بالفريق بالفريق تاع مولودية العلمة، باللاعبين اللي كانت تملكهم مولودية العلمة، بهذاك اللعب اللي كانت تقدمه، الاداء اللي كانت تقدمه مولودية العلمة، لو كان جا عراس هرادة يعرف يخدم الرشوه والله ما يدي واحد شامبيونه، والله ما يديها واحد العلم. يعني نقول لك صراحه، لانه هذا هو الواقع تاع البطوله الوطنيه، هذا هو هكا. احنا الله غالب، احنا جينا بفكر تاع قلنا مشروع، قلنا فكر تاع فريق صغير يبدا ينعت روحه في الميدان، يخرج دي لاعبين يستثمر فيهم يبيعهم ويصرف منهم يمد من الفريق الوطني. على غير الشنيحي هذه الفكره أخرى. هذه الفكره، وكان مطلوب مننا نقعدوا ما بين الثمانيه الاوائل، لكن الله غالب الواقع تاع البطوله الوطنيه خلانا بكل صراحه انطلاقا المعطيات اللي تكلمنا عليها والمعطيات اللي عرفها العام والخاص، انت قلت الفريق الى تحقيق نتائج ايجابيه اوكي اخفقت الموسم المنصرم و يعني خلصت كما نقولوا بالعاميه كاش من خلال خروجك من الفريق، لكن على مدار 3 سنوات كان فريق مولودية العلمة من الفرق الكبيره اللي يلعب دائما على يعني المراكز الاولى. على الضوء السيناريو اللي صرا لك، بغض النظر عن الجانب الشعبي اللي ما تقدرش تحكم فيه،
على اعتبار أنه يخضع لإحصائيات معينة. وش قدمت كل هذه التضحيات من وقت من مال للفريق يتم إخراجك بهذه الطريقة؟ ما كنت تشوف بلي أنه المحيط الفاعل، ما نتكلموش على الأنصار، المحيط الفاعل تاع مولودية العلمان كر خير على الرأس هذا؟ ربما ما كما قلت لك، قلت لك أنا كي جيت المولودية العلمان جيت نقدم خدمة للبلاد، منش نستنى جزاء وسخورة من واحد ولا من الاخر ولا عرس هرادة دار اخطاء. نقول لك شنو الاخطاء؟ ما هزيت شي تحت الواحد، ما هي الاخطاء تاعينا؟ فهمتني؟ ما ضربتش شي، ما ديتش الكابه، ما ديت الكابه حتى الواحد، هذه الاخطاء تاعينا. لكن في الواقع علاش عفوا المشاهدين على الكلمه هذه، لازم تكون شيات يعني باش تكون ناجح. هكذا يفهموا الناس، هكذا الناس يحسبوا، لازم تروح لعنده ولازم تديله ولازم كذا ولازم كذا ولازم يصرف فيك ويجيب لك اللاعبين ولازم الاخر يعيط لك ترونديلو سيرفي. شكون هذا الطرف الكبير هذا؟ المحيط تاع الفريق اللي راك تتكلم عليه، المحيط الفاعل. بالك ما حسيتش انا نفسي بل قصرت شوية مع الناس، لكن أنا كنت نخدم الفريق ونخدم المدينة ونخدم المدينة تاع العلمة ونخدم فريق مولودية العلمة. ونزيد نعاود لك، قدمت خدمة عمومية لوجه الله. نهار ما كانش مسؤول جيت تحملت المسؤولية، نهار ظهروا كاينين المسؤولين بزاف وشافوا الناس روحهم باللي قادرين يسيروا الفريق هذا وقادرين يديروا أحسن من عرس هذا، جبت وخليتهم يتفضلوا. هذه الاطراف اللي ما تحبكش بين قوسين سي عراس هرادة، ماك تشوف بلي انه ممكن راه يحب يعني تمحي التاريخ تاع عراس هرادة على راس فريق مولودية علمة بهذه التصرفات، مستغلين سقوط الفريق الموسم المنصرم الى رابطه المحترفه الثانيه؟ راك تشوف بلي انه ممكن هذه الاطراف راهي حابه يعني تفاصي ليستوار تاع عراس هرادة في مولودية العلمة؟ ما يقدروش. ليه تقدر تفاصي ليستوار تاع، لا تقدر تمسح اسم عرس هرادة من مدينة العلمان. وصل الفريق للقسم الأول هذا العام، هذا الموسم، لأنه لو كان تروح يروح الصعود هذا الموسم ما زيدوش نصعدوا، لأنه أحسن فريق في الجزائر أو في مولودية راهي مولودية العلمان. نزيد نأكد لك ياسين، لي زيليمون اللي راهم كاينين في مولودية العلمان ما نزيدوش نلقاهم الموسم القادم، لأنهم الأكثر الأغلبية تاعهم فانت كونترا. إذا ما صعدش الفريق هذا الموسم ما يطلعش، ما يزيدش، مشكل كبير. ما نقولش ما يطلعش، بصح راح نعاني. على ضوء النتائج المحققة راك تشوف أنه مولودية العلمة ماش تطلع هذا الموسم، ولا ممكن تدارك مع توالي الجوالات؟ ممكن تدارك إذا ما كمتابع، أنت عندك خبرة في الفريق وفي كرة القدم الجزائرية، أكيد أنك تشوف الفريق هذا ممكن راح يقدر يرى طرابي ولا يبقى في النتائج الحالية. لا اخي ياسين، انا قلتها، لا الجهود تاع المسيرين اللي راهم فيه ولا المحيط اللي راهو متكل عليه كانت كلها مركزه على عرس هرادة. حتى نساو الفريق سيرتمون، وين ولا مسؤول في الفريق يخش لي فيستيار يقول له انا عارف بلي كاينين اللاعبين اللي هنا، ام يهضروا مع هرادة في التليفون. ناس دات الفريق لجهه واحده اخرى، خلاص عيوا التركيز على ارضيه الميدان، عايز التركيز على العمل، كيفاش نسترجعوا الفريق هذا، اللاعبين النفسيين كيما انا، كيما المناصر، كيما المسؤولين المحليين، الناس كامل متاثره بالسقوط نفسيين ماناش ملاح. سي عراس هرادة، اللاعبين تاعنا لازم نركزوا كيفاش نخرجوهم من في حصه. في العدد السابق من حصه هجوم وعكس كان في مكانك سي عبد الكريم مدور ناطق رسمي لجمعيه شلف، قال لي انه يعني منذ يعني التضحيات اللي قدمها لفريق اولمبي شلف يعني كان عنده سوسيتي ولا ما عنده والو. دائما الرؤساء يقول لك على اني نقدم تضحيات ماديه للفريق. هل عراس هرادة قدم تضحيات ماديه ما تلقاش عليها مقابل؟ يعني نشوفوا انه اغلب الرؤساء تقدم تضحيات ويعاود يريكيبيريها عن طريق الاعانات اللي تدخل سواء من الممولين او اعانات الدوله. هل عراس هرادة ويسال دراهم الفريق مولودية العلمة؟ لا انا ما نسالش اليوم، ما نسالش، ديتهم بالسنتيم، واش نسال؟ ديت بالسنتيم،
لكن تضحيات. إذا ما ضحيتش ماديا أنت الفارق. كيفش ما ضحيتش ماديا؟ أكدي الدراهم. كيفش ما ضحيتش ماديا؟ أنت عندك 3 سنين أنت تجري على الفريق هذا. لي ديبلاسمون تاع الفريق كامل من جيبي. صحك رديت دراهمك. لا لا ليش أنا كي يحتاج الفريق أنا نجبد نسلف الفريق. عند شوف ياسين خليني نعطيك. أول فريق بالك الرئيس الوحيد في الجزائر اللي ما يهزش الشيك تاع الفريق عنده وما يهزش الكاشي تاع الفريق عنده وما يديش الصور تاع الفريق اللي عنده. عمري ما مسيتهم مشتهم. عندي دي اف سي متكل عليه نحييه بالمناسبه عمر جريوي انسان ما شاء الله نخلي له كل شيء. كي يعود راح يدير الحسابات يخلص نسني له الشيك. اما كي يحتاجوا سوارد يقول لي انا يحتاج سوارد محتاج لاكاس مثلا طون نجيب له نسلف له ويدير لي ريكونيسونس دو دات كيفي كيف الناس الاخرين ويعاود يخلصني. لكن كي تقول ما مديتش الفريق مديت الفريق بزاف مديت الفريق بزاف ومانيش نادم وعلى بالي نلقاهم عند رب. اذا العديد من المسؤولين على الكره الجزائريه على غير الرئيس الفاف محمد الوراوة في تصريحات سابقه في قناه النهار اكد على انه يتحدى اي رئيس او يجبد من دراهمه وكلهم يدوم الاعانه تاع الدوله. صحيت ياسين صحيت يا ياسين يا خويا احنا رانا في ما نسموش محترفين نصف محترفين. الإعانة تاع الدولة المرافقة تاع الدولة للأندية المحترفة قلناها ونعودها جات بقرار تاع رئيس الجمهورية في خطاب شهير تاع 2005 ماهيش فكرة جزائرية زعما 100% كل الفرق في العالم تقدر تروح تشوف طل تلقى الدولة تساهم في مع النادي المحترفة بقمامة كي جبدت على مولودية العلمة خلال 3 سنوات الناس بعض الجرائد يتحدثوا على 118 130 مليار 140 مليار صرفهم هرادة ونحسبوه ونديروه. تلقات مولودية العلمة إعانات من عند الدولة في 3 سنوات بتقريبا 43 مليار للنادي الهوي للنادي المحترف ما عندوش الحق يدي في إطار قانون الاحتراف. النادي المحترف يدي في 2.5 ملايير كإعانة كل موسم من عند الوزارة. هذه إعانة الدولة في النادي بالنسبة للنادي المحترف. بالنسبة للنادي المحترف قلت لك تلقات مولودية العلمة كإعانة ما نسميهاش احنا النادي الهوي لأنه الإعانة مرافقة للفريق تمدها للنادي الهوي تمدها للنادي المحترف تمدها كما تحب. من حق اليوم حسب قانون 13/5 يمدوا الإعانة للنادي المحترف بطريقة عادية. قلت لك تلقات مولودية العلماء في 3 سنوات منذ تولي رئاسة الفريق حوالي 43 مليار مقسمة بين إعانة البلدية إعانة الولاية إعانة مديرية شباب الرياض. 43 مليار كنا في اجتماع في سيدي موسى وكان مدير العام تاع الرياضة في وزارة شباب الرياضة سي مختار بودينا نحيي بالمناسبة جبد وقاعد يقرأ في وش راهم يديو الأندية من إعانة 43 مليار وكثر من 43 مليار كاين فرق محيطة بينا ماشي بعيدة علينا 100 كيلو 50 كيلو يديوها في موسم اللي داتها مولودية العلمة في 3 سنوات هذه. يبقى الناس يقولوا صرف وش صرف هالردة وش صرف هالردة منين يجيو صور. إذا كان جبتهم أنا للشركة عن طريق سبونسور وجريت ونقول كاينة شركة كاينة شركة هنا في الجزائر درنا معها درت معها انا على راس الردة سبونسور الفريق 22 مليار في 4 سنوات يعني تقريبا واش تمدنا بلدية العلمة تقريبا واش 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 تمدنا ولاية سطيف ومديرية شباب الرياضة. دونك لهنا كلام زايد تاع او صرف ودار ودار. لكن احتراف هذا كشف عيوب العديد من رؤساء الأندية. انا نشوف تساقط رؤساء الأندية كل عام يسقط رئيس نادي انطلاقا من أن الاحتراف كشف العيوب تاع هؤلاء الرؤساء. انتم رؤساء انكم تكلوا فقط على الدوله. لما دخلنا الاحتراف وتحولت الشركه لازم تجبد من جيبك. شوفوا المشاكل اللي راهي كاينه. خليوا الناس تخدم ياسين كي تخليوا الناس تخدم تشوفوا شنو الاحتراف. خليوا الناس تخدم كي تخلي رئيس نادي دير عنده مشروع على 4 سنوات تخليه يخدم على 4 سنوات وتشوفوا شي دخل سوارد. مولودية العلمة باعت 2 لاعبين هذا الموسم ب10 ملاير
هذه مداخيل تاع نادي، هذه مداخيل تاع هذا، هذا هو الاحتراف. اليوم بديت الموسم الاول بعت الدحوش 320 مليون طيبه 200 مليون، الموسم الثاني بعت شنيحي ودرارجة ب 10 مليار، الموسم الثالث قادر تبيع عباس وبالخضر ب 50 60 مليار. هذا هو الاحتراف. احنا وفينا وشنو هو المنتوج تاعك؟ هو اللاعب، هو اللي تنتجه الشركه، تنتج اللاعب. اذا كان مشينا بالطريقه هذه نتعلموا بشويه بشويه، نتعلموا كيفاش ننتجوا، كيفاش ننتجوا اللاعبين تاعنا، كيفاش نوليو نديروا لي ريسورس للشركات هذو من خلال اللاعبين. مثلا شلف كي تكلمت على مظهر صاحبي نحييه بالمناسبه، وانسان اللي يقدم كثير لكره القدم الوطنيه ولا للشلف، اما كيما السوداني عند الشلف قاعد تدخل مداخيل على كل في كل تحويل تاع السودان. صحيح. يعني لو كان سوداني اليوم يزيد يتباع بمبالغ واحده اخرى، الشلف يقدر يستفاد على سهل هذا. على ضوء كل هذه المعطيات والمؤامرات وسقوط الفريق، هل والنتائج الراهنه تاع الفريق، هل على سهل هذا ممكن لو يطالبوه الانصار بالعوده يعاود يولي؟ هل هو مستعد للعوده ولا انت قررت نهائيا على الاقل في الوقت الراهن ما تعاودش تولي؟ والله ما مستحيل نولي، لا لا التسيير مستحيل، لانه حاليا على الاقل حاليا، لانه واش خسرت لما كنت رئيس نادي؟ واش خسرت؟ خلنا نجاوبك في سؤال الاول. نفس السياق هذا. يعني كي راك تقول بلي ما نعاودش نولي حاليا الامور اللي خلاتك ما تعاودش تولي، اكيد انه هناك امور سلبيه، لكن نبقى، انا سابقى في خدمه الفريق من موقعي كما راني كمساهم ولا كمناصر. والله العظيم ما نبخل على الفريق هذا بشيء. واش خسرت على الفريق هذا؟ خسرت ولادي كانوا يتوحشوني باش يشوفوني، اليوم راهم يفرحوا نهار قراو في النهار في استقالة عرس الردة، روحت لقيت حفلة في الدار. فرحوا بالاستقالة تاعك؟ حفلة في الدار ياسين، قسما بالله بني زياد صغير هذاك غير لقيته يفرح. عاد يشوفوني ولادي، عاد نتعشى معاهم، عاد نقعد معاهم، عاد نطلع القراية تاعهم. صحتي يا ياسين، تكلمت معاك من قبل، ما كانش واحد يجي للفوتبول ما يمرش، ما كانش واحد يجي يسير فريق بحجم مولودية العلمة ما يمرش وما يديش مالادي كرونيك. شيء راك نادم عليه السي على سهل هذا في طوال سيرك يعني الفريق مولودية العلمة؟ اكيد انه الانسان خطا بطبعه، اكيد انه هناك اخطاء هنا ممكن ندمت عليها على سهل هذا. انت لما جبت على الفريق حاليا تقول له كان ما تصرفتش هكذا، لو كان ما تصرفتش هكذا، هناك ممكن امورك نادم عليها؟ لا، من جهه الندم بالطبع تولي تعاود تشوف اخطائك، أو تشوف أخطائك. مثلا أعطينا أمثلة. والله ما كثيرة الأخطاء، مادام الإنسان يبني ويجري ويتعب. ممكن خطأ أو في راسك خطأ يعني أثر عليك بزاف، أنت ممكن قلت ندمت عليه بزاف. مجموعة تاع أخطاء بسيطة في التسيير، وين مرات يليق تكون هذاك الإنسان الأب تاع العائلة اللي يجمع، اللي مرات لازم تكون تدير مبادرات تنسى، تلقى واحد كاين هذاك تاع واحد يقول كلام الواحد غلط، الاخر يهز منك موقف انت ماكش على بالك، ماكش فاهم على السيد هذا مدير موقف، هو نزغوا واحد من وراك قال له عليك كلام انت ما قلتوش. لا، المفروض الامور خارجه عليك، انا نتكلم عليك انت. ارتكبت اكيد اخطاء، ممكن تعاقدت مع مدرب اخطاء في الفريق، ممكن لاعب ما كانش في المستوى، هناك اخطاء. ذكرتني، يعطيك الصحه ربي ذكرك. بلا ما نروحوا للامور الاخرى، الاخطاء اللي درتها انا مشيت للناس اللي ضغطوا عليا باش جبت اي جودي، والناس هما اللي سيروا الفريق معايا ومن بعد حملوني المسؤوليه. اي جودي قدومه خطا لمولوديه العلمه، لكن اي جودي انت راك تصورنا اي جودي على انه كانه مدرب صغير، هذا مدرب اكبر النوادي الجزائريه. ابدا، مع الاحترام الكبير ليه، انه المرور تاعو على مولوديه العلمه كان سلبي 200%. علاش سلبي؟ في اي جانب؟ النتائج اللي تكلم. ما مشاش الفريق، ما مشاش كيما انت، ما مشاش معك كي كنت رئيس، علاش لازم نحملوه المسؤوليه؟ علاه نحملوا المسؤوليه؟ الفريق كان يدير في نتائج لغايه الجوله العاشره،
خليني نتكلم بكل صراحه، ايجودي ما خدمش في الفريق، كان يعني ما خدمش، خدمته على احسن ما يرام. المرحله اللي جا فيها عز الدين المولودية العلمة ما كانتش هذيك هي الوقت المناسب، لانه في الوقت هذا كان انا مازال يعز عليا عز الدين ومازال عنده قيمته عندي كمدرب وطني. المرحله اللي جا فيها في مولودية العلمة كان مروي، كان عنده مشاريع واحدة أخرى وكان عنده مشاكل واحدة أخرى، وجاء العلمة على أساس أنه كاين فريق يمشي وحده وكاين محيط في الفريق تاع رؤوس أموال ومنها وسبونسور وديزافير، فهمت الشيء هذاك اللي خلى الفريق ما مشاش. ثم المقابلات ولا تسع مقابلات ما دارش حتى نتائج. ما فهمناش في النقطة هذه باختصار، ما زلتنا زوج دقائق. النقطة تاع انه رؤوس الاموال، هل تلمح انه جاء طمع في الاموال؟ مش طامع في الاموال، قلت لك هو ستانون دافير، هو بدايته كان حال قناة تلفزيونية، كان يخمم في مشاريع كبيرة في هذاك البيريود. ما كانش مركز مع الفريق. في هذاك الوقت ما كانش عز الدين أي جودي يصلح مدرب في مولودية. نقطة أخيرة، وصلنا للأسف لنهاية الحصة. سي علاء سهرادة، أنت من الرؤساء يعني اللي ناشطين كثير في الفيسبوك، يعني من القلع باش ما نقولش باللي الرئيس الوحيد، يعني أنت تستعمل الفيسبوك. هل تركيزك على الفيسبوك والهضرات على الفيسبوك، لأنه نعرف أنه تواصل اجتماعي، خلاك يعني ممكن تخطئ في بعض القرارات؟ لانه انت تتواصل كثيرا مع انصار مولودية العلمة، ونشوفوا انه الفيسبوك يعني كنت انت لزامي معك، نشوفوا انك تاكسيبتي كما معروفه بالعاميه العديد من انصار مولودية العلمة، ممكن نصحوك بامور اللي خلات الفريق يوصل الى ما وصل اليه باختصار. هذاك جاوبت الناس اللي قالوا ما يشاورش وما يسمعش. انا نسمع الناس كل فيسبوك من 2008، من كي خلق الفيسبوك انا عندي في الفيسبوك تاعي، كان قليل من يعرفه. ما نقدرش نتخلى على تكنولوجيا اللي اوباما عنده فيسبوك، اللي رؤساء في العلم عندهم الفيسبوك وعندهم وقت يطلعوا على المحبين تاعهم ولي فان تاعهم ويشوفوا شو يقولوا. خصصت له وقت من وقتي، لكن في الايام الاخيره مع المشاكل الكبار بلك مدة ثلاث شهور. إذا كان مفيد. سي علاء سهرادة، رئيس سابق والمستقل من نادي الهاوي لفريق مولودية العلمة، شكرا على كل هذه الإيضاحات. الشكر الموصول للجمهور الرياضي الجزائري الكريم على حسن متابعته، قبل تحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي وعلى رأسهم المخرج طارق فرحات. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.